متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم بالنشرة الجوية الأسبوعية التي نبثها إليكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر تطبيق وموقع طقس العرب، وهي نشرة جوية أسبوعية نقوم باستعراض فيها الطقس المتوقع خلال الأسبوع كاملا وتبث كل يوم سبت. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة والسائدة حاليا في المملكة. أبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي جلب بعض الأمطار خلال الساعات الماضية، تستمر الفرصة مهيئة لبعض الأمطار مع ساعات مساء يوم السبت، لكن يتراجع هذا المنخفض الجوي بشكل كبير خلال الساعات القادمة. نهار يوم الأحد يستقر الطقس عموما، أجواء تكون ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة بسحب على ارتفاعات مختلفة سواء في المناطق الوسطى الجنوبية أو حتى المناطق الشرقية للمملكة، لكن هناك فرصة لبعض الأمطار المحلية في ساعات ما بعد الظهر اليوم، نتج عن عدم استقرار جوي محدود لا سيما في المنطقة الشمالية من المملكة، تكون هناك فرصة ضعيفة لبعض الزخات المحلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. درجات الحرارة بشكل عام تكون أقل بقليل من معدلاتها مع أجواء باردة في ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين يتوقع أن يكون هناك تأثير لمنخفض جوي بمشيئة الله تعالى في المناطق الجنوبية من المملكة. تحدثنا وسنتحدث عبر النشرة الجوية مختلفة عن هذا المنخفض الجوي. هناك نشرة جوية رئيسية يمكنكم الاطلاع عليها تشرح بالتفصيل تأثير هذا المنخفض الجوي الذي يسلك مسار غير اعتيادي، يسلك مسار إلى داخل الأراضي المصرية ومن ثم لاحقا إلى المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية، وبالتالي تأثيرات هذا المنخفض الجوي ستكون بالدرجة الأولى على المناطق الجنوبية من المملكة ومن ثم المناطق الوسطى ولاحقا المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن تهطل الأمطار في عموم المناطق الجنوبية مع ساعات بعد الظهر يوم الاثنين، وتكون هذه الأمطار في حاضرة في العقبة، جبال الشرا وحتى مدينة معان. الفرصة ضعيفة عموما في المناطق الشمالية والوسطى مع ارتفاع متوقع درجات حرارة ونشاط في سرعة الرياح لا سيما في المناطق الشرقية كما تلاحظون، وقد تكون مثيرة لبعض الأتربة والرمال مع ساعات مساء يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء. تكون هناك أمطار غزيرة حاضرة بمشيئة الله على عموم المناطق الجنوبية، تكون مرفقة بحدوث الرعد وتساقط لزخات من البرد التي قد تكون كثيفة أحيانا فوق خاصة المرتفعات الجبلية العالية. هناك فرصة لبعض الثلوج على جبل أم الدامي في المناطق الحدودية الأردنية السعودية خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي، ومتوقع ليلة الاثنين على الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يكون ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي على عموم المناطق الجنوبية، طقس ماطر في كافة المناطق الجنوبية، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومرفقة بحدوث الرعد وتساقط الزخات من البرد، حتى أن مدينة العقبة ستعيش يعني جو شتوي ماطر بمشيئة الله تعالى. تأثيرات كما ذكرنا الرئيسية على المناطق الجنوبية، تأثيرات الثانوية على المناطق الوسطى والشمالية. تكون هناك الفرصة مهيئة لبعض الزخات المطرية في المنطقتين الشمالية والوسطى خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي مع تراجع واضح في درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى، في حين تكون هناك نشاط للرياح والأتربة والرمال في المنطقة الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء يتراجع تأثير هذا المنخفض الجوي عن المناطق الجنوبية والشرقية بشكل كامل حتى أين المناطق الوسطى، لكن هناك فرصة ضعيفة لأمطار محلية ناتجة عن تيارات هوائية غربية رطبة سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة بشكل عام، ولكن تستقر الأجواء كما لاحظ في العقبة في معان في البادية الشرقية والبادية الجنوبية، كذلك الحال فوق جبال الشراء. تظهر بعض السحب والغيوم وتكون الفرصة ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. تنشط الرياح يوم الخميس، الرياح الجنوبية الشرقية قد تثير بعض الأتربة في المنطقتين الشمالية والوسطى. لا ترتفع درجات الحرارة كثيرا يوم الخميس، على العكس تزيد هذه الرياح من الإحساس بالبرودة، ولكن ترتفع بشكل لافت في منطقة خليج العقبة والمناطق الجنوبية من المملكة مع أجواء مستقرة عموما في تلك المناطق. يوم الجمعة يقترب من المملكة تدريجيا منخفض جوي جديد يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يجلب الأمطار مجددا إلى المملكة في المنطقتين الشمالية والوسطى تحت المراقبة وتحت المتابعة هذا المنخفض الجوي، ويتوقع أن يؤدي إلى نشاط كبير في سرعة الرياح في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتبقى درجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. إذن هذه تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأسبوع تقريبا الأخير من شهر شباط لهذا العام، والذي يتوقع أن يكون فيه درجات حرارة باردة لكنها ضمن معدلات الاعتيادية، ويجلب بمشيئة الله تعالى منخفض جوي الأمطار الخيرة التي نتمناها للمناطق الجنوبية على وجه التحديد خاصة يومي الاثنين والثلاثاء بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة. إذا تابعونا دائما في نشاطنا الأسبوعية المختلفة، وتابعوا دائما تحديثاتنا الأحوال الجوية عبر منصات طقس العرب المختلفة، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس لتصلكم آخر نشاطات جوية عبر
عبر اليوتيوب وعبر منصات طقس عرب المختلفة. دمتم برعاية الله، ونتمنى لكم أسبوع موفق ورائع. إلى اللقاء.